السلام عليكم. لو في ملف انت شغال عليه وعايز تشفره فدوس هنا، ومن انفو تقدر تلاقي ادوات كتيره للتشفير. ممكن تقول له مثلا اولوز اوبن ريد اونلي، افتحه دايما ريد اونلي، او ممكن تقول له عايز اشفره باسورد، فتكتب مثلا باسورد معين وتقول له اوكي، بس طبعا لازم تكون عارف باسورد 1 2 3 4. اوكي هيقول لك اكتبه تاني. دلوقتي اول ما تفتحها هيقول لك ان في باسورد. في برضو ان انت تقول له مارك از فاينل، يعني اول ما يفتح تنبه الناس اخوانا الشغل ده كامل، محدش يحط التاتش بتاعه، فدي مارك از فاينل. خلاص بقى فاينل، بحيث ان انت اول ما تفتحه يجيب لك رسالة يقول لك خلي بالك الملف ده فاينل ومش لازم تعدل فيه، الا لو انت جيت هنا وقلت له اديت اني واي. تمام، يعني ساعات البحث بيبقى اتعمل تعديلات كتيرة وانت شايف ان ده فاينل، فبتقول له اخوانا ده النسخة الفاينل محدش عدل فيها، فلو حابب تعدل بتقول له اديت اني واي وتبدأ تكتب اللي انت عايزه.